بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. كل سنه وانتم طيب بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. تعالى نتكلم على الاتحاد السعودي. يا اسطى، اتحاد جده السعودي، اتحاد جده اللي غفل الدنيا كلها هنا في مصر بعد ما بيراميدز والزمالك كانوا بيفكروا هيدفعوا كام لطارق حامد وهيتفقوا معاه ازاي في شروطه الشخصيه. نونس بريتو سانتوس قعد مع الاداره وقال لهم طارق حامد مش للبيع، طارق حامد مش هيمشي، طارق حامد هيكون موجود معايا السنه الجايه، واحمد حجازي عامل حسابه انه يكون موجود معايا السنه الجايه. بلوت تويست ابن لذينة، حرفيا ده بلوت تويست ابن لذينة. تبقى مستني ان طارق حامد ماشي وفجاه نونو سانتوس يتمسك بطارق حامد. نونو سانتوس الصحافه المصريه كانت بتقول ان هو مش عاجبه صفقه طارق حامد السنه اللي فاتت، دلوقتي نونو سانتوس هو اللي بيتمسك بطارق حامد والاداره عايزه تبيع طارق حامد. طب بالنسبه لحجازي طلع كلام حوالين ان منتصر طلبي سيعوض احمد حجازي في الموسم اللي هيغيبه بنسبه كبيره جدا. منتصر طلبي ممكن يكون موجود في اتحاد جده السعودي. منتصر طلبي لاعب المنتخب التونسي وواحد من نجوم الدوري الفرنسي، لاعب لوريان الفرنسي. بيقال ان منتصر طلبي وصل عرض من اتحاد جده السعودي سنه على سبيل الاعاره، ده الكلام اللي اتقال وده الكلام اللي وصل. ولكن الوكيل بتاع منتصر طلبي الراجل طلع في تصريحات غريبه جدا، قال لك انا لا هنفي ولا هاكد. امال انت طالع ليه يا حاج؟ معلش انا لا هنفي ولا هاكد. يا اسطى طب تمام، يعني ايه الدنيا؟ مش هقول في عرض وصل ولا مفيش عرض وصل؟ ايه يا عم جو الفوازير اللي انت طالع تعمله ده؟ لا مؤاخذه يعني، انت وكيل لعيبه ولا بتشتغل في الفوازير؟ ما هو ايه الحوار بتاع لا هنفي ولا هاكد؟ ولا عرض وصل ولا عرض ما وصلش؟ ولا هجيب بالنفي ولا هجيب بالتاكيد؟ ايه يا عم في ايه؟ حضرتك في ايه بالظبط يعني؟ هو انت حد ضحك عليك وقال لك ان احنا تعالى نعمل حوار تلفزيوني على الغفله مثلا؟ ده انت عامل تصريحات صحفيه حضرتك. بس مش عارف والله، منتصر طلبي لسه سنه صغير 25 سنه وفي كلام كتير جدا على ان هو هيجي له عروض وفي فرق في اوروبا عايزاها، لكن بصراحه لو هتيجي تلعب في سنه في السعوديه وهتاخد اضعاف الفلوس اللي هتاخدها في اوروبا ففكر جديا. ولكن ممكن يكون الخلاف الوحيد حوالين موضوع السنه اعاره ده، يعني ممكن يكون موضوع الخلاف الوحيد السنه اعاره في اتحاد جده، وان منتصر طلبي الوكيل بتوعه عايزين الصفقه تكون بيع. وارد جدا. هتقول لي هو عيب عليك يعني منتصر طلبي يسيب الدوري الفرنسي ويجي الدوري السعودي؟ طب تصدق وتامن بالله، انا بالنسبه لي الدوري السعودي اقوى بكتير من الدوري الفرنسي، دي وجهه نظر انا شخصيا. هي الميزه الوحيده بتاع الدوري الفرنسي بتحسب دوري اوروبي بس، انما غير كده هو دوري ملوش اي 60 لازمه، ده بالنسبه لنا شخصيا. بالنسبه لك انت ممكن تكون شايف ان هو دوري محترم، انما انا بالنسبه لي اكرم لك تيجي تلعب هنا في السعوديه ارحم بكتير من انك تروح التشيك او تروح مش عارف سويسرا او تروح النمسا. تعالى يا باشا العب هنا في السعوديه واتدلع، هتلاقي موسم فيه دلع، موسم فيه فلوس حلوه، موسم هتكون عليك كل الانظار وقتها، والاتحاد بطل الدوري وهيلعب كاس عالم للانديه، وحرفيا هتتمرمغ ماتشات كتيره تقدر تسوق نفسك فيها. دي بالنسبه لنا. اما بالنسبه لطارق حامد فيها كانت بلوت تويست حلوه بصراحه من نونو سانتوس. اما بالنسبه لصفقات اتحاد جده فحتى الان لسه اتحاد جده ما بتربطش باسم كبير في اوروبا يتعاقد معاه، هو البومنج اللي عملوه بتاع كانتي وبتاعه كريم بنزيما، انما حتى الان لسه ما فيش بومات اترمت في الاتحاد في الميركاتو. هي دي الحكايه يا عزيزي. لو عجبك استمرار طارق حامد في الاتحاد فرايك محترم، ما عجبكش رايك محترم، عجبك صفقه منتصر طلبي سواء انت تونسي او غير تونسي رايك برضه محترم. في الحالتين كل سنه وانت طيب يا زميلي، بمناسبه عيد الاضحى مبارك.